اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أدهم سمكة معاك. وعشان شكله ما عجبكش تضربه؟ ايوه يا عم انا كده. ماشي. واحدة صاروخ واحدة صاروخ واحدة صاروخ. لا لا لا. كابتن كابتن معاك اسمها شادي. لا معلش شادي. يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم مش عايز. يا عم مش عايز. يا عم انت مش عايز. يا عم انت هتضربني يا عم. شايف دلوقتي راح تعمل لنا كل شويه مشاكل كل شويه مشاكل. طب انا لو ما عرفتش اعمل مشاكل كل يوم ما اعرفش انا مخنوق كده وافضل كده. لبسنا دايما في مشاكل لبسنا دايما في كل شويه مشاكل فيها. انا لازم اعمل مشاكل في اليوم. انا ما بعرفش لو ما عملتش 3 4 مشاكل كده في اليوم ما بعرفش انام. لازم انا اتعلم. رحت اشتكي اخوه قال لي مفيش بقى فين. رحت اشتكي لاخوه قعد يضربني. كنت ضربته اخوه قعد يضربني. ما هو في حاجة اسمها كده. الولد الصغير ده اسرائيل. الولد الكبير ده امريكا. الولد الصغير ده ابن امريكا. عرفت؟ تمام. فانا مش عارفين نعمل ايه بقى. ايش؟ يا عم ده غلس عليك. انت عايز بديك مصاري؟ بدي مصاري. اسهل واحد يا فيصل. انت ما ضربتوش ليه يا عم؟ البترول كده ايه؟ اديني فلوس فلوس. واو ليه ادفع فلوس دي بقى؟ عادي كله بالمصاري. المصاري ايش؟ فلوس اديت فلوس اشتريت نفسي. لا انت جبت الفلوس ليه؟ كان معاك فلوس ليه؟ انا خليجي. اديني بترول. ايوه بقى يلا يلا سلمني فلوس. معي يعني تدل اليهودي وتسيبني؟ شعل وراه. امال ايوه ما انتوكاش بتدي ليه؟ ده يهودي يا ابني ارحم نفسك. انا بحب اليهودي عشان ما يضربكاش. ايه ده؟ ده احمد جه. احمد جه. احنا نتشكل. احنا نتشكل يا احمد. هنسيبه لوحده يا خرابي. يلا يا جماعه خلاص ماشي. سيبني لوحدي. لا مش سيبك لوحدك. امال ايه؟ استخدم
الفينو فينو فينو اه